السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين قناة ربحك عندنا. أنا لما شرحت موقع استثماري زي الموقع اللي أنا شرحته لكم النهاردة الصبح، وجيت لقيت نصب. أنا ما بقولش اشتغل على الموقع لحد ما ينصب، انتوا بتشتغلوا بطريقة غلط. اللي عايز يشتغل على الموقع يشتغل موقع زي ده، أو موقع اللي هو بيدفع 50%، او موقع الاستثمار عامة اللي بالشبيهة للموقع زي كده، بيدفع كل ساعة، بيدفع كل 3 ساعات. الموقع ده كبيرك وديعة او وديعتين وما تودعش تاني. مش انت تستحلى انك انت تحط وديعة واتنين وتلاتة وعشرة وعايز خلاص تلم منه. لا، هو الموقع مش هما مش اغبياء للدرجة دي. هما بيبقوا عاملين عارفين انك انت هتحط مرة وهتطمع وتحط اكتر وتحط اكتر، فما لهمش يضحكوا عليك. انا ذات نفسي اللي شارح الموقع اهو، عملت وديعتين، ووديعتين زي ما انتوا شايفين كده السحب تم وسحبت من الوديعتين. فانت لما تيجي تستودع في اي موقع استثماري، وانا بقول لكم على قناتي اهو، لما بشرح موقع واكون عملت منه عملية سحب، محدش يستثمر الا لما اعمل عملية سحب. هي وديعة او اتنين كبيرك قوي لما يكون الموقع موثوق منه، وانزل فيديو واتنين تعمل 3 ودائع، ما تعملش اكتر من كده. مفيش موقع بيستمر، ودي حاجه معروفه، خصوصا مواقع الاستثمار دي صحابها بيبقوا عاملينها عشان مش الاستثمار، هم عاملينها عشان النصب بس. احنا المفروض ان احنا نتعلم. انا خسرت كتير عامه في المواقع دي، وعرفت طريقه الشغل عليها ازاي. فدلوقتي انا بس استثمر مره واتنين وكبيري اول، لما كل موقع واثق ان هو هيدفع التالته، غير كده ما بستثمرش، لان ممكن في استثمار واحد يضيع كل اللي انا سحبته من الموقع وزيادة. وبكده كنت انتهيت من الشرح، ويا رب تكون المعلومة وصلتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.